لما تفضل المصارعة؟ لأن هذه الرياضة يقوي الجسم ويعلم الدفاع عن النفس. ونجم ما النجم المفضل في هذه الرياضة؟ هذه الرياضة هو شخص من روسيا اسمه داغولي. هل هناك رياضة أخرى تحب أن تشاهدها وتمارسها؟ هي الذي أحب أن أشاهده أن أمارسها وهي كرة القدم. كرة القدم أيضا؟ نعم كرة القدم. لماذا تفضل هذه الرياضة؟ لأن لماذا أنت تفضل هذه الرياضة؟ وأنت أنا أسأل أول لماذا تفضل هذه الرياضة المصارعة وكرة القدم؟ هي أيضا يكسر الجسم لنشاطه. وأي فوائد؟ هل هناك فوائد أخرى لهذه الرياضة؟ نعم خلاص. ومتى بدأت ممارسة المصارعة؟ بدأت قبل 6 سنوات. وأنت متى بدأت كرة القدم؟ منذ البداية، أي منذ أن كنت صغيرا.